خلينا نتحدث عن لقطة احتفال أيمن حسين بعد الهدف وقراءة سورة الفاتحة على روح الشقيق الأكبر للاعب علاء مهاوي، الله يرحمه برحمته الواسعة اللي فارق الحياة اليوم. التفاتة مهمة كابتن سعد، إنسانية فعلا لزميل فعلا. تبقى الإنسانية قبل كل شيء بصراحة، قبل الرياضة، وإحنا أيضا نعزي أنفسنا ونعزي الأخ علاء مهاوي ووالده لهذه المصيبة بصراحة. نسأل الله أنه يصبرهم ويتغمده برحمته الواسعة. يعني إحنا خير ذي اللي شفنا كريستيانو رونالدو صحيح، والعمل اللي قام به، وشفنا قلنا هاي مع فيصل جاسم، مع فيصل قلنا هاي الحركة يعني تدرس تدرس يعني، وتبقى تذكرها أجيال أجيال كثيرة. لذلك التفاتة جميلة من أيمن، وهو سجل بوقت يعني وقت مفاجئ، يعني خلينا نقول المباراة ما كانت إلا بصراحة، واحتفاليته حلوة كانت، ولكن بهذا الوقت ذكر زميل إلى ذكر أخ إلى، وأجبر أنه اللاعبين أنه يقرأوا سورة الفاتحة. وللأمانة علاء يمر بظروف ربما من أصعب الظروف اللي تمر على لاعب، وحتى ترى أمجد عطوان هم من بعد أيضا سجل أيضا بعد الاحتفال راح وقرأ الفاتحة مع اللاعبين. قبل يعني فترة فقد أخوه الصغير، اليوم يفقد أخوه الكبير بظروف غامضة، الله يكون بعونه، فظرف صعب يمر على أي لاعب كرة قدم يا أحمد. إن شاء الله يعني العاقبة خير والله يعوضهم خير. زين، نعود إلى